هي في الواقع كاين عدة أسباب. أولا ما كانش تواصل كافي مع المواطنين، لأن ما شرحوش المواطنين خطورة الأمر، لأن المواطنين الشعب الجزائري الشعب يعني مغربي عنده ثقافة، لازم تفهموا نوعا ما ما هي الخطورة، ما هي ما هو السبب، ما هي الفائدة نتاع اللقاح. كذلك كاين العكس، يعني بالعكس كاين بعض الإشاعات خرجت ضد اللقاح هذا ودخلت في الساحة العمومية بأن يدير كذا وكذا إلى آخره. التواصل هو فقير نوعا ما، والسؤال أو اللفظ يعني خفيف، بأن التواصل بالنسبة للسلطات الصحية تجاه المواطنين ضعيف. إذا هذا عامل. العامل الثاني بأن المواطنين عندما تذكروا في الموجة الثالثة في أوائل في أواخر جولية، الناس اتجهت إلى اللقاح خوفا من المرض. إذا عندما نقصت الحالات اليومية في سبتمبر وكذا، ما شافوش المنفعة بأن نذهبوا نديروا اللقاح. هذه العوامل. وكذلك بالنسبة للإجراءات نتاع السلطات يعني العليا في البلاد، بأخذت قرار بأنه مثلا الناس اللي متوظفين في القطاع الصحي، المعلمين وغير ذلك، إجباري يكون عندهم. مؤخرا خرجت الفكرة نتاع الباس سانيتير، بأن الإنسان ما يدخلش ما يسافرش، ما يعني خاصة المتوظفين لي فونكسيونير لي فونكسيون بوبليك اللي عندهم المسؤوليه اللي يدخل معاهم الجمهور، يعني يتقابلوا مع الجمهور، لازم لهم يكون، لازم هذا لازم يكون اللقاح نتاعو، يعني ابتداء نتاع اللقاح هذا مؤخرا، وكان التطبيق نتاعو يطلب وقت يطلب كذا. هذا بعض الدول سبقونا في هذه التجربه ونجحوا نوعا ما، ولكن حنا كنا متاخرين في هذه الامور. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.